الندوة تنظم على هامش مهرجان الرباط لسينما المؤلف، والموضوع ديالها حول حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، اللي غادي يتم العرض التاريخي لهذا المنظومة ديال حقوق المؤلفين بالمغرب منذ يعني تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى هذه الساعة. وطبعا التحولات اللي عرفتها هذه المنظومة من ذلك التاريخ حتى 65، والقانون ديال أو المرسوم المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين في 1965، إلى القانون ديال 70، إلى القانون ديال 2000، إلى 2006، إلى غير ذلك من القوانين، إلى حد الساعة فاش خرج هذا القانون الجديد اللي هو كيحول المغرب إلى مؤسسة يعني خاضعة للقانون العام. طبعا هذه المسألة هذه عندها ارتباط بالدول الإفريقية بحكم أنهم تهم عندهم مكاتب، وبحكم أن المغرب كان هنا هو اللي فيه المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين. ومن بعد في 65 تحول إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. طبعا هذه كله باش نعطيه بعض الشروحات حول القانون أو القوانين المنظمة لهذا القطاع، وكذلك نعطيه الطريقة ديال التدبير ديال حقوق المؤلفين اللي غادي تشرف عليها الأخت المكلفة بالشق القانوني بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين. وغادي يشاركوا معنا بعض الإخوان من دول إفريقية كذلك، باش يكون هناك تبادل الآراء أو تبادل يعني الوجهات النظر حول هذه المنظومة اللي هي كتشغل البال ديال العالم. الاسم ديالي نعيمة السامري، رئيسة قطاع الشؤون القانونية بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين. المائدة المستديرة لهذا اليوم كتمحور حول التدبير الجماعي لحقوق المؤلف. أنا ما غاديش نهضر على المائدة المستديرة، غنهضر حول المداخلة ديالي التي ستتمحور حول تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ببلادنا، وأهم التطورات التي عرفتها التشريعات الوطنية، كذلك المستجدات التي جاءت بها القوانين الجديدة، قانون متعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 66/19، والقانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين رقم 25/19. وكذلك سأقوم بتسليط الضوء على أهمية الكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين والملحين في هذا الإطار، والدور الذي تلعبه في تأطير ومراقبة الهيئات التدبير الجماعي على المستوى الإفريقي والدولي. وشكرا. الرادي بدر الدين، منسق المائدة المستديرة حول حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. الحلقة المائدة المستديرة اليوم غيكون عندها ثلاثة المحاور. محور الأول تتعلق بتاريخ إنشاء المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، التطور ديالو والتنمية ديالو وتوسيعه بالنسبة للمبدعين والموسيقيين والناس ديال المسرح. المحور الثاني تتعلق بالجانب القانوني والقوانين التي تمت المصادقة عليها من خلال مجالس حكومية، والتي طورت مجال حقوق المؤلفين. وكذلك ستكون نبدا عن النسخة الخاصة التي أصبحت تدير أموالا مهمة بالنسبة للمبدعين والفنانين. المحور الثالث حد يعطينا فكرة على الجانب الإفريقي فيما يتعلق بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. وغادي يعطينا أستاذ موسى توري، سينمائي معروف وعنده عدة أفلام دولية. متنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.